واحدة من الحاجات اللي لما بندركها بنقول أو بنعرف قدر حجمنا في هذا الكون الواسع الكبير هي فكرة حجم الأرض بالنسبة للكواكب، حجم الإنسان أصلاً في خليقة ربنا الكبيرة. الحاجة دي واحدة من الأبواب العظيمة لأن الواحد حتى يهدى شوية وما يقلقش على حاجات وتفاصيل بسيطة. إحنا جزء من كون كبير مظبوط بدقة جداً، وخالق عظيم هو اللي خلقه. واحدة من الظواهر الفلكية في بعض بلاد العالم حاجة بتتابع بكتير من الاهتمام، حتى الأطفال بيبقوا بيتابعوا قوي النجوم والكواكب وبيبقوا عارفين أساميها. دي واحدة من الثقافات اللي نتمنى كمان تبقى عندنا، لأن فيها كتير من المتعة، وزي ما بقول لحضراتكم فيها كتير من التدبر في عظمة الخالق. امبارح مصر كانت على ميعاد مع كسوف حلقي للشمس. كان كسوف جزئي تابعناه امبارح في مصر وفي الدول العربية، ودي واحدة من الظواهر بتحصل بشكل دوري وطبيعي، ظاهرة طبيعية مش حاجة مقلقة، لأنها بسبب دوران القمر حوالين الأرض بيجي في بعض الأحيان بين الشمس والأرض، فبنشوف ما يسمى بالكسوف، كسوف الشمس وخسوف القمر. دي معلوماتنا من أيام ما كنا بندرسها كده في المدرسة، لكن عشان نعرف معلومات أكتر نتكلم أكتر عن الظواهر دي وغيرها من ظواهر فلكية هتعدي علينا في 2020، بينضم إلينا عبر سكايب دكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم على حضرتك وجميع المشاهدين ومصر كلها. أنا نفسي يا دكتور كده يبقى موضوع أو علم الفلك عندنا قريب ومحبب وشعبي للناس. إحنا مش كلنا بنهتم بالفلك، حضرتك شايف إيه؟ إحنا بدأنا نهتم ونركز ونسأل أكتر من زمان شوية؟ بالفعل كلام حضرتك سليم، إحنا يعني الوقت قريب كان اهتمامات الناس وخاصة الشباب بأمور كتيرة رياضية فنية كده، لكن يمكن من سنة وسنة ونص المعهد بدأ ياخد توجه تواصل مع المجتمع هواة الفلك وخاصة الأطفال، ويمكن في الحاجات اللي ساعدتنا أكاديمية البحث العام عاملة برنامج اسمه جامعة الطفل، بدأنا ننشر ثقافة البحث العلمي ما بين الأطفال، إذا كان فلك أو جيوفيزيكس، زلازل، ظواهر فلكية، اللي بدأت تجيب لنا جمهور جديد علينا، مش الباحثين طلبة الجامعات والدراسات العليا والمراكز البحثية، لا، أطفال في مرحلة النشء عندهم اهتمام مع وجود السوشيال ميديا كمان، وكل الشباب معهم سمارت فونز وكذا، بدأوا يدخلوا يعملوا سيرش على وكالات فضاء ناسا وغيره، وبيجي لنا أسئلة فعلا أنا بحس الأسئلة دي من ناس متخصصة. إحنا كمان بدأنا برضو نمشي يعني نواكب الحدث والتطور التكنولوجي. كان عندنا المعهد بنعمل دليل فلكي، يمكن انا معايا نسخه هارد كوبي منه، ده بيطبعه المعهد يمكن ليه اكتر من 30 سنه، في الظواهر الفلكيه، بدايه شهور العربيه، ظروف بيت الاهله، مواقيت الصلاه، الحاجات دي كلها. من سنه فاتت عملنا ده موبايل ابلكيشن موجود على السمارت فونز والتابلتس، بحيث كل مواطن، كل واحد مهتم بالظواهر الفلكيه وعلوم الفلك يقدر من تليفونه يعمل سيرش على الظواهر دي، يعرف ايه الاحداث الجديده يتابعها. يمكن الناس الكبيره او معظم الناس بيشوف كسوف الشمس او كسوف القمر، لان دول ظواهر يعني كبيره للعيان. انا بمناسبه كسوف الشمس يعني عايز اسال حضرتك عن الكسوف اللي بدا امبارح، ما كانش واضح قوي للعيان، ما يعني العين الطبيعيه ما تشوفوش، امتى ممكن نشوفه بشكل كلي او يبقى واضح عندنا؟ امبارح لا، ده كان كبير، كان القمر مغطي حوالي 46% من مساحه قرص الشمس، كان واضح جدا. ويمكن عشان بس ما كانش فيه اظلام كامل، فيعني ناس كتير قد تكون ما اتشغلتش وما بصتش للشمس، لكن ال 46% من قرص الشمس كانت متغطيه بالقمر، وكان واضح بالكاميرات العاديه. كان احنا برضو استعدادا للظاهره دي ورصدها وحمايه للجمهور اللي بيشاركنا، كنا عاملين نظارات كده مخصوص بفلاتر لتسهل الرؤيه لسطح الشمس علشان حمايه الناس من اشعه الشمس الحارقه. وحقيقي كان في اقبال عندنا في المعهد وفي اهتمام، ويمكن الصفحه بتاع المعهد اللي كان عليها البث المباشر يمكن كان بيتابع الحدث حوالي 6551 مشاهد. حلو قوي. وده يعني عدد. هل الظاهره دي مستمره كذا يوم يا دكتور؟ لا يا فندم، الظاهره دي كانت امبارح فقط لحظات الساعه 6:23 دقيقه ولمده ساعتين.
دي كانت في مصر، كان زي ما حضرتك اتفضلت كان كسوف جزئي في نص او معظم نص الكره الارضي الشمالي، مساحه بسيطه حوالين خط الاستواء، كان كسوف حلقي وما استمرش كتير. الكسوف الحلقي يمكن استمر يعني فتره نص ساعه او حاجه، لكن الكسوف الجزئي استمر حوالي ساعتين في المنطقه اللي كان فيها في نص الكره الشمالي. بنسمع كتير قوي يا دكتور عن ما يسمى بالانقلاب الصيفي، او تحديدا يوم 21/6، يوم مميز في علم او في تغيير الفصول. معناه ايه؟ معنى ايه كلمه الانقلاب الصيفي؟ حقيقي سؤال جميل جدا، وانا فعلا يمكن من يوم او اتنين كده عملت مداخله مع احد الاعلاميين برضه في برنامجه المشهور. كويس جدا نسال السؤال ده ونجاوب عليه حاليا. احنا عندنا عارفين كده ببساطه فصول السنه الاربعه، الصيف الخريف الشتاء الربيع، ومن زمان كده نقول 21 مارس بداية الربيع أو يوم الربيع وهكذا. احنا عندنا الفصول دي أو الانقلابات، أو هو بمعنى أصح اليوم اللي بيتغير فيه تدرج حركة الأرض أمام الشمس على محورها. يعني مثلا الانقلاب الصيفي اللي حصل يوم 20 يونيو كان معناه أن القطب الشمالي للأرض أقرب ما يكون للشمس، وده معناه ان عندي اطول يوم في نص الكره الشمالي بيقابله اقصر ليل نص الكره الشمالي، واقصر يوم في نص الكره الجنوبي، لان القطب الكره الجنوبي ابعد ما يكون عن الشمس. ولذلك بنسمي ده انقلاب، لانه الشمس او الارض محورها بيلف حوالين نفسها وبتقرب من الشمس لحد يوم 20 يبدا يبعد تاني، وبالتالي النهار يقصر. لذلك في المناطق الشمالية، شمال أوروبا وشمال روسيا، الفترة دي بيسموها الوايت نايتس، دليل إن هم يعني بيشوفوا فترة الليل فترة قصيرة يمكن ساعة أو نص ساعة، وطول الليل شمس مشرقة عندهم. وحقيقي بيبقى فيه موسم احتفالات ومناسبات ثقافية عندهم. في المقابل عندنا بيبقى فترة أو في النص الجنوبي بيبقى الليل طويل بيقل كده طول النهار لحد ما نيجي الاعتدال الخريفي ده في شهر سبتمبر 23 سبتمبر، وده اللي بيقصر فيه اليوم، نبدا فيه لحد اقصر يوم عندنا اللي هو 23 ديسمبر الانقلاب الشتوي. احنا هنا في عندنا حاجتين، انقلاب واعتدال. الانقلاب بنقوله على الانقلاب الصيفي لان كان اليوم بيطول قوي او يقصر قوي اقصى طول، وبعد كده يبدا يقصر، فحصل انقلاب. انما الاعتدالين ماشي ما بين الخريف والربيع، اقصر يوم في الخريف والربيع بالظبط كده. يجي الشتاء كده انا نفسي انقلاب. عايز اسال حضرتك على تاثير حركه الكواكب على الانسان. يعني كتير ما يحصل خلط كده ما بين حركة الكواكب وعلم الفلك بناس تقول انه هل بيأثر على سلوكيات الناس على مزاج الناس في الفترات دي، ولا ده مش حقيقي قوي؟ هوضح لحضرتك، هي في جزء من الصحة وجزء كبير شائعات وناس كتيرة بتروج ليه، حتى في الفترة الأخيرة فترة ثبات شمسي وهندخل عصر جليدي وحاجات زي كده، في أمور كتيرة ملهاش من الصحة. حضرتك والساده المشاهدين عارفين ان احنا الكره جزء من المجموعه الشمسيه اللي هي واحده من حوالي 200 مجموعه زي الشمس كده موجودين في مجره درب التبانه. احنا في خلال منظومه المجموعه الشمسيه دي كل جرم سماوي اذا كان كوكب او قمر بيدور في مسار خاص بيه، اذا كان قمر حوالين الكوكب التابع ليه او كوكب زي عندنا الارض بندور امام الشمس في مسار سبحان الخالق المبدع يعني صوره، مفيش اختلاف ولا اختلال. اللي بيحصل نتيجه الدوران ده ونتيجه ظروف الانفجارات على سطح الشمس، نسمع انفجارات شمسيه وعواصف شمسيه، الفترات دي ليها دورات زمنيه، الدوره بتاعتها متوسطه 11 سنه. احنا حاليا بدانا في دوره رقم 25 من الدورات الشمسيه. ايوه. اثناء الدورات دي بيكون في نوع من عدم الثبات على سطح الشمس والانفجارات اللي بيترتب عليها وهج شمسي، عواصف شمسيه. العواصف الشمسيه ايوه بيأثر على سلوك الناس حقيقي ولا لا يا دكتور؟ بالظبط كده، ما انا اقول لحضرتك العواصف الشمسيه دي ما بتأثرش قوي على سلوك الناس، لكن لو زادت عن شده معينه تقدر تأثر على وسائل الملاحه الجويه
أنظمة النافيجيشن أو الكوميونيكيشن. ولذلك في مجموعة من المراصد المغناطيسية الأرضية، احنا في مصر عندنا مرصدين، واحد في الفيوم تم إنشاؤه عام 1960، والتاني في منطقة أبو سمبل أنشئ 2008، والاثنين بيقيسوا المجال المغناطيسي للأرض على مدار 24 ساعة. بنشوف بقى في تغيرات في المجال المغناطيسي نتيجة العواصف الشمسية أو السلوك الشمسي، وبالتالي بيتم عملية تواصل باستمرار مع الطيران المدني والملاحة الجوية، عملية معايرة لأنظمة الملاحة. لو في لا قدر الله عواصف شمسية شديدة بيكون في تحذيرات وسائل الاتصالات، يعني شركات الأقمار الصناعية. يعني حضرتك بتقول لنا كده بشكل علمي ولطيف انه لا، ده ملوش دعوة بسلوك البشر، لكن ليه دعوة بالجو، بحركة الرياح، بحاجات شبه كده، لكن ملوش دعوة بسلوك البشر. لانه بعض الناس تربط جدا حركة القمر، المد والجزر، بولادة شخص في توقيت معين تبعا لحركة الكواكب. التفسيرات دي إذا شغلت حيز كبير من لو تسمحي لي أقطع حضرتك في الجزئية دي، يمكن بعض الناس بيلجأوا لقصة الأبراج، وده اللي يعني بيسمى علم التنجيم. حقيقي القصة دي يعني حق يراد به باطل. النجوم والأبراج موجودة فعلا فلكيا، وبتشكيلات ومنظومة موجودة في الفضاء الخارجي، لكن أنا أقول مثلا مواليد برج الفلاني يوم كذا حظهم في إيه وهيعمل إيه، ده حاجات يعني ملهاش أساس من الصحة، مش مبنية على العلم. بدليل أنه اثنين من نفس البرج، واحد النهاردة مال كثير يأتيك في الطريق، والتاني يعني عربية بتخبطه، والاثنين نفس البرج يعني يعني حاجات كتيرة ملهاش أساس من الصحة. يعني بشكرك يا دكتور، أنا كده يعني هحاول أشيل التهمة اللي كانوا بيقولوها على البرج بتاعي، يعني عشان أنا ماشية طول الوقت أشيل التهم بتاعت الأبراج. لا إن شاء الله براءة من أي تهم. طيب أنا يا دكتور مشغولة أسألك بحاجات مرتبطة بينا بسرعة جدا كده، عايز أسأل حضرتك عن، هل برضو دي حقيقة علمية إنه الأرض بتتجه لأنها تكون أكثر حرارة كل سنة، وده هيغير شكل حتى الجيولوجيا مش بس الفلك؟ يعني هل ده قريب وبيحصل فعلا؟ هقول لسيادتك حاجه، طبعا الناس اللي هم بيدرسوا في علم المناخ وتغيرات درجه الحراره وكده، والانبعاثات ثاني اكسيد الكربون، وحضرتك عارفه يعني كان في حملات كبيره على مستوى العالم للحد من الانبعاثات، اتفاقيات كيوتو اشهرها، وحاجات كتيره للحد من الانبعاثات وبالتالي ارتفاع درجه الحراره، اللي كان توصيات السنه اللي فاتت لو نقدر نقلل الانبعاثات ثاني اكسيد الكربون ونوصل بدرجه حراره الارض لواحد ونص درجه اقل من المعدل فيه، الدنيا هتبقى جميله، وهيقل ذوبان الثلج في الاقطاب الشمالي والجنوبي، وبالتالي ارتفاع منسوب البحار، زي ما احنا بعض الناس كده كل شويه يطلعوا في الاعلام ده البحر الاحمر منسوبه بيعلى واسكندريه هتغرق. طبعا الكلام ده يعني في ارتفاع بسيط في منسوب البحر بعض السنتيمترات، لكن مش هيؤدي لغرق سواحل المصريه ولا مدينه زي اسكندريه. على الاقل في الوقت القريب، يعني في ال 50 سنه اللي جايين، على الاقل 100 سنه الجايين. طيب 100 سنه الجايين على الاقل. انا سؤالي كمان القصه دي بندرسها بدقه في محطات مد بحري بنسميها قيد جيج، منتشر على السواحل المصريه، ودي شبكه يعني المعهد بيديرها بالاضافه لشبكه قوميه للزلازل رصد حركات القشرة الأرضية بدقة متناهية. بيتم رصد الهبوط في منسوب سطح الدلتا أو الارتفاع منسوب سطح البحر، والقصة يعني بنقول في تحرك وفي حاجة، لكن مش بالصورة اللي بعض الناس كل شوية يطلعوا على السوشيال ميديا ده اسكندرية تغرق السنة الجاية. لا يا جماعة مش كده خالص. لكن في الجانب الآخر الظواهر الجيولوجية، إذا كان زلازل بتحصل، احنا مؤخرا من كام يوم كان عندنا زلزال متوسط القوة منطقة البحر الأحمر أمام الغردقة وجنوب شرم الشيخ، وباستمرار عندنا حركة زلزالية في شمال البحر المتوسط جنوب اليونان والمناطق دي. دي في الواقع هي حركات زلزالية طبيعية نتيجة حركة الصفائح التكتونية للأرض اللي هي شايلة القارات اللي احنا عايشين عليها، ودي مرصودة بدقة، وبرضه مش زي ناس بتروج ده احنا بدأنا نسمع زلازل كتير، ده مصر دخلت حزام الزلازل. لا احنا ما دخلناش حزام زلازل ولا حاجة، وبس يعني لكنها ظواهر طبيعيه. هي ظواهر طبيعيه، لا المعهد امكانياته بتتطور مع تطور التكنولوجيا والتمويل المتاح من وزاره التعليم العالي. طب نرصد اكتر، وبالتالي بدانا نرصد
الزلازل اللي كان زلزال قوته 3 او 4، لا النهارده احنا بنوصل زلزال قوته 1 واقل من 1، فبقينا نعرف ان في زلازل ما كناش بنشعر بيها قبل كده. مش معناه ان احنا دخلنا في مجال زلازل جديد، لكن بدأنا نحس اكتر باللي كان موجود. بشكرك على التوضيح ده كمان يا دكتور. دكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بشكرك شكرا جزيلا.